اللعبة دي تصنيفها اكشن ادفنتشر، لا اللعبة دي سايكولوجيكال هورور مش سيرفايفل هورور، اللعبة دي بلاتفورمر، اللعبة دي من منظور الشخص الاول ودي من منظور الشخص الثالث، طب فين الشخص الثاني؟ كمية المصطلحات اللي بتوصف الفيديو جيم جانرز او انواع العاب الفيديو تكاد لا تنتهي، لكن في الفيديو ده هتلاقي دليل شامل لكل تصنيفات الالعاب، ومع نهاية الفيديو هتقدر لوحدك تصنف اي لعبة بمجرد النظر ليها. معظم الالعاب ما ينفعش تصنفها بتصنيف واحد فقط، لانها زي اي عمل فني طبيعي تدمج عده عناصر من عده انواع، لكننا مجازا بنصنف الالعاب حسب العنصر الغالب على اسلوب اللعب فيها. اول وجه مقارنه لازم نذكره هو الناريتيف او القصه. الالعاب ملهاش تصنيف خاص بيها للقصص، بل بتتبع التصنيف الطبيعي اللي بيتطبق على جميع الاعمال الادبيه سواء خيال علمي او فانتازيا وهكذا، فبالتالي مفيش داعي اننا نركز على وجه المقارنه ده. تاني وجه مقارنه هو الجرافيكس، وهنا اقصد عدد الابعاد اللي بيدخلوا في تجسيم عناصر اللعبه. اول نوع معانا هو التو دايمنشنال او اختصارا التو دي، يعني العاب ثنائيه الابعاد، وبيبقى الجرافيكس بتاعها بيستخدم بعدين فقط وهم الطول والعرض زي لعبه مارك اوف ذا نينجا. اما العاب الثري دي هي اللي بتستخدم الثلاث ابعاد كلهم، وبكده نقدر نشوف طول وعرض وارتفاع عناصر البيئه زي معظم الالعاب الجديده. لكن لازم برضو نعرف عن نوع ثالث من الجرافيكس اسمه 2.5 دي، يعني 2.5 بعد او ثلاثي ابعاد كاذب. النوع ده بيكون ثنائي الابعاد، ولكن الالوان وزاويه الكاميرا احيانا بيتحركوا بطريقه تخليك تتخدع ان في سمك او ارتفاع لعناصر البيئه. امثله شهيره للنوع ده هم Assassin's Creed Chronicles او This War of Mine. ثالث وجه مقارنه هو البوينت اوف فيو او المنظور، يعني انت باصص من عين مين. اللعبه بيدخل فيه شخصين اساسيين، الشخص الاول وهو البلايبل كاركتر او بطل اللعبه، والشخص الثاني هو انت اللاعب نفسه اللي قاعد يلعب اللعبه، وبالتالي مفيش حاجه اسمها لعبه من منظور الشخص الثاني او السكند بيرسون، لانك كلاعب مجبر تشوف اللعبه من عين شخص اخر. وده يودينا لنوعين فقط من المنظور، منظور الشخص الاول او الفيرست بيرسون فيو، ودي معناها انك بتكون باصص من عين بطل اللعبه. مثال شهير للنوع ده هو كول اوف ديوتي. تاني نوع هو منظور الشخص الثالث او الثيرد بيرسون فيو، ودي الالعاب اللي انت الشخص الثاني بتكون باصص من عين شخص تالت باصص على الشخص الاول اللي هو بطل اللعبة، يعني بتقدر تشوف بطل اللعبة قدامك. ومثال شهير على النوع ده هو Uncharted. طب بما ان الكاميرا في منظور الشخص الاول بتكون هي عين البطل نفسه وبالتالي اللاعب بيحركها، الشخص التالت ده بقى واقف فين او مين اللي بيحركه؟ ده يودينا لرابع وخامس اوجه مقارنة، وهما الـ Virtual Camera System والـ Viewpoint. الـ Virtual Camera System او نظام الكاميرا الافتراضية نقدر نقسمه لتلات انواع رئيسيين، وهما الفيكست، وهنا الكاميرا بتبقى ثابته على غرفه او مكان معين وما بتتحركش، ولما اللاعب بيتنقل من الغرفه دي لغرفه تانية الكاميرا بتتغير لكاميرا الغرفه التانية زي ما بنشوف في سايلنت هيل 1. تاني نوع هو التراكنج، واللي فيه الكاميرا بتتحرك ورا اللاعب وبتتبعه، ولكن اللاعب ما يقدرش يتحكم فيها باي شكل، ومثال شهير هو لعبه توم ريدر 1. تالت واخر مثال هو الانتراكتيف كاميرا، ودي مش بس بتمشي ورا الشخصيه الرئيسيه، بل كمان اللاعب يقدر يتحكم فيها عن طريق انه يحركها يمين شمال فوق تحت او يقربها ويبعدها، وده زي الاجزاء الجديده من توم ريدر. وجه المقارنه الثاني بخصوص الكاميرا هو الفيو بوينت، ودي مختلفه عن البوينت فيو اللي اتكلمنا عنها من شويه. هنا انا اقصد مكان وزاويه الكاميرا، ودي بتتقسم لعده انواع زي التوب داون، يعني الكاميرا بتبقى من فوق بزاويه 90 درجه زي لعبه جي تي اي 1. نوع ثاني هو السايد سكرولنج، يعني الكاميرا بتبقى باصه على الشخصيات من الجنب زي ليمبو. ثالث نوع هو الايزومتريك، وهنا الكاميرا بتبقى باصه على الشخصيات من فوق لكن بزاوية حوالي 120 درجة زي مثلا لعبة ديابلو. اخر واشهر نوعين هما behind the back، او ان الكاميرا بتبقى في ظهر الشخصية وظهره كله ظاهر زي Assassin's Creed، او over the shoulder، يعني الكاميرا بتبقى فوق كتف الشخصية زي Dead Space. سادس وجه مقارنة هو الجيم ديزاين او تصميم عالم اللعبة، واللي بينقسم لنوعين رئيسيين. اول نوع هو الاوبن وورلد او العالم المفتوح. الالعاب من النوع ده بيكونوا متصممين في عالم واسع بيديك حرية التنقل
فيه واستكشاف مهام جانبية غير مهام القصة الرئيسية، وغالبا اللعبة بتسمح لك تتجول في العالم ده حتى بعد ما بتختم القصة. مثال شهير على النوع ده هو GTA. تاني نوع هو Linear Games او الالعاب الخطية، ودي بتجبرك على السير في مسارات معينة بتحددها القصة، وبيبقى فيها استكشاف قليل والتجول فيها محدود. امثلة شهيرة على النوع ده تشمل The Last of Us. دلوقتي خلينا نتنقل لأهم وأوسع وجه مقارنة، وهو الجانرا أو نوع اللعب نفسه، وده بيتحدد من الجيم بلاي والتفاعل مع البيئة والعناصر اللي بتقدمها. أول نوع من الألعاب هنتكلم عنه هو الأكشن. من الاسم كده واضح إن النوع ده بيركز على الحركة والتحديات الجسدية وبيتحدى مهارات اللعب الحركية. النوع ده متقسم لأنواع كتير جدا. النوع الأول هو الشوتر، ودي ألعاب التصويب اللي اللاعب بيحتاج فيها إنه يصوب على الأعداء خلال تبادل إطلاق ناري. الشوترز اليوم أنواع كتير من حيث أوجه مقارنة سبق ذكرها، زي الفيرست بيرسون شوترز يعني تصويب من منظور الشخص الأول زي هاف لايف، أو ثيرد بيرسون شوترز يعني تصويب من منظور الشخص الثالث زي ماس إفكت. في برضو الشوتيم أب واللي فيها اللاعب بيكون بيتحرك بشكل مستمر ومحتاج يضرب عدد ضخم من الأعداء زي تشيكن إنفيدرز. وفي ألعاب الريل جن اللي فيها اللاعب ما يقدرش يتحكم في حركة الشخصية لكن يقدر يتحكم في تصويب سلاحها فقط زي هاوس اوف ذا ديد. تاني نوع من الاكشن هو البيتم اب، وده اللي فيه اللاعب بيدخل في هاند تو هاند كومبات او معارك يدويه مع عدد كبير من الاعداء زي مثلا باتمان اركام. وفيه الهاكن سلاش، ودي زي البيتم اب بالظبط لكن المعارك مش بالايد بل بتكون بسيوف وادوات حاده زي جاد اوف وور. نوع اخر هو البلاتفورم او العاب المنصات، ودي بتتضمن تنقل اللاعب من منصه لاخرى مع التغلب على العوائق سواء عن طريق القفز التسلق او حل الالغاز. البلاتفورمرز ممكن يكونوا قفز وجري فقط زي ما بنشوف في سوبر ماريو بروز، او بيعتمدوا على حل الالغاز زي بورتال، وساعتها بنسميهم بازل بلاتفورمر. نوع اخر ذو شعبيه هو الستيلس او التسلل. على عكس الانواع الثانيه، النوع ده من الالعاب مش بيشجع على مواجهه الاعداء بل تجنبهم، وده عن طريق تنفيذ المهام باستخدام التسلل والاختباء. هو اشهر امثله على النوع ده زي ميتال جير. النوع التالي هو السيرفايفل او العاب البقاء، يعني اللاعب بيبقى محطوط في بيئة عنيفة ولازم ينجو منها عن طريق تجميع الموارد وإدارتها بحكمة. مثال شهير على النوع ده هو لعبة I'm Alive. نوع آخر من الأكشن هو الفايتنج أو ألعاب القتال، واللي بتتضمن إن اللاعب بيدخل في معركة مع خصم وغالبا بيكون واحد ضد واحد زي Mortal Kombat. أنواع أخرى من الأكشن بتضمن الباتل رويال، واللي بتدمج البقاء وتجميع الموارد وسط معركة هدفها إنك تنجو للنهاية مع القضاء على الأعداء الآخرين زي فورتنايت وببجي. وفي العاب الرزم اللي بتخليك تدوس على زراير بتزامن مع انغام والحان الاغاني زي لعبه بيت سيبر. دلوقتي خلينا نتنقل لجانرا مختلفه تماما عن الاكشن، وهي الادفنتشر او المغامرات. العاب الادفنتشر هي اللي بتخلي اللاعب يعيش قصه بيحل خلالها الغاز وبيجمع معلومات وبياخد قرارات بدون ما تتحدى مهاراته الحركيه، ودي بتنقسم لانواع كتير قوي انا هذكر اشهرهم علشان ما اطولش عليكم. زي مثلا الووكن سيميليترز اللي فيها اللاعب ما بيعملش حاجة غير انه بيمشي وبيتفاعل بشكل بسيط مع البيئة حواليه زي What Remains of Edith Finch. وفيه الانتراكتيف موفيز واللي بتبقى عاملة زي فيلم او مسلسل لكن انت اللي بتحدد قرارات الشخصية الرئيسية وبتتحكم فيها في مواقف معينة زي The Walking Dead او العاب تلتيل. عموما زي ما شفنا الالعاب دي بتتميز بوجود قصة فيها مغامرة لكن بدون تحدي للمهارات، لكن لو دمجنا حس المغامرة ده مع التحدي اللي بنشوفه في العاب الاكشن بينتج نوع جديد وهو Action Adventure، وده انواعه بتشمل كل الانواع اللي ذكرتها قبل كده زائد نوعين تانيين، اولهم هو السيرفايفل هورور او رعب البقاء. وفي النوع ده اللاعب بيبقى في بيئه مرعبه غالبا بتشمل احداث خارقه عن الطبيعه بتهدد حياته، واللاعب مضطر انه يجمع بين القتال واداره الموارد علشان ينجو زي ما بنشوف في لعبه Resident Evil. النوع ده من الالعاب بيحاول يرعبك بكل الطرق زي الجامب سكيرز والاعداء اللي شكلهم مخيف او مقزز، وده يختلف عن نوع اخر من الرعب وهو السايكولوجيكال هورور او الرعب النفسي، واللي ما بيستعملش الاعداء علشان يرعبك بل بيستخدم بيئة غامضة ومريبة تخليك على طول قلقان زي لعبة ألان ويك. اخر نوع من الاكشن ادفنتشر هو المترويد فينيا. الاسم بيجمع بين لعبة مترويد وكاسلفينيا اللي كانوا اوائل الالعاب من النوع ده. الالعاب دي بتعرض عليك خريطة واسعة تقدر تستكشفها براحتك، لكن فيها بعض الاماكن اللي ما تقدرش تدخلها غير لاحقا لما تحصل على قدرات او ادوات معينة. علشان كده في ناس كتير بتتلخبط بين النوع ده وبين الاوبن وورلد، وده مفهوم لان احيانا العاب الاوبن وورلد ممكن برضو يكونوا مترويد فينيا في نفس الوقت. في جانرا تانية مشهورة وهي
الرول بلاينج جيمز او الار بي جيز. الالعاب دي هي اللي بتخليك تحط نفسك مكان البطل، يعني انت اللي بتحدد كل صفاته من اول شخصيته وملامح وشه لحد قراراته وقدراته. امثله شهيره على النوع ده من الالعاب هم سكايريم او دارك سولز، واللي نقدر نوصفهم برضو بانهم اكشن رول بلاينج جيمز، لانهم بالاضافه لكونهم ار بي جي فهم برضو اكشن. وهنا نفهم ان الار بي جي بتنقسم لانواع عديده، منها الفردي والجماعي، زي مثلا الام ام او ار بي جيز واللي بتكون العاب اونلاين بتجمع عدد كبير من اللاعبين اللي بيستكشفوا عالمها. في العديد من الجنرز التانيين اللي مش محتاجين شرح قوي، زي العاب الاستراتيجي سواء موبا زي ليج اوف ليجندز او ريل تايم استراتيجي زي ريد اليرت. وفيه التيرن بيس استراتيجي واللي فيها كل لاعب بيعمل حركه واحده كل دور وبعدين بيستنى دوره، زي لعبه سيفيلايزيشن. نوع اخر هو السبورتس واللي بتبقى العاب الرياضه زي فيفا ونيد فور سبيد. طبعا لسه فيه العديد من انواع الالعاب التانيين ما ذكرتهمش، لكنهم يا اما اقل شهره وشعبيه يا اما مشتقين من الانواع اللي انا ذكرتهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكوا اشارات باي فيديوهات جديده، وروحوا زوروا موقعنا الرسمي واللي عليه الستور اللي تقدر تشتري من عليه كل الالعاب لكل المنصات، وما تنسوش تتابعونا على انستغرام وفيسبوك.